السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. زادك الله من فضله. بداية أقول والذي خلق الحبات وبرأ النسمات إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. وأسأل الله أن يجمعني بك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. اللهم أمين وإياك يا ربي. أمين. فضلا شيخنا، ماذا يقول من غلب على ظنه أنه سيموت؟ هل يقول لا إله إلا الله أم يقول شهادتين كاملة؟ يكثر من هذا وذاك.